خلال كلمته في ثاني الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تكليف الرئيس السيسي لوزارة الأوقاف بالإعداد لمؤتمر الشأن العام لم يكن يخص الشأن الديني فقط ولكن الشأن العام لجميع المفاهيم، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر هو تحديد ماهية مفهوم الشأن العام بمجالاته ومن يتحدث في هذا الشأن ومؤهلاته، بالإضافة إلى صنع حالة تثقيفية وتوعوية في كل المجالات بمفهوم الشأن العام وخطورة الحديث فيها. الكتاب بكل الاهتمام ما سمعناه من هو الآن يبشر أننا يعني مقدمون على مؤتمر فريد من نوعه. عندما تنتهي جلسات الاستماع إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك ورش عمل. اليوم حقيقة إضافة كبيرة جدا جدا، الهدف حالة توعوية عالية،